الحسيمه. الحسيمه هي واحد المدينه اللي جات في شمال المغرب، وهي واحد المدينه ساحليه كتميز بالبحوره ديالها الواعرين. بصراحه اول مره جيت للحسيمه تبهرت بلي بلاج ديالها. بزاف الناس تيجيو للحسيمه وما تيعرفوش اين بلاج يمشيو يعوموا فيها. غادي نوريكم بلوزيغ فيديو على لي بلاج اللي كاينين في الحسيمه. الفيديو ديال اليوم غنكتشفوا مجموعين امير بلاج، وكما غادي تشوفوا معايا في الفيديو هذه هي الطريق باش تمشيو لامير بلاج. امير بلاج اللي جا في الماتاديرو ديال الحسيمه. سي فري لاكسي لا بلاج كما كيبان لكم شويه صعيب، حنا هبطنا بلا فواتور، مي كاين بزاف الناس كيجيو ابيي. باش معروفه الحسيمه بمجموعه ديال لي بلاج اللي كيكونوا مفرقين على بعضياتهم، وفي كل بلاج اون جينيرال كتنقاو ان اوتيل اللي تابع لا بلاج واللي عنده نفس السميه ديالها. غتشوفوا معانا البحر ديال امير بلاج والاوتيل امير بلاج. ما غندخلوش على الانتيريور دو لوتيل، مي غادي نجلسو جوست اكوتي وغادي نتغداو تمايا. دونك خليكم معانا حتى لاخر لا فيديو باش تشوفوا الغداء اللي تغدينا هاد النهار، وسورتو تشوفوا لا بيل سورتي في الباتو اللي درنا واللي يمكن لاي واحد يديرها بواحد لو بري ابوردابل. في امير بلاج نون سولمون لا بلاج زوينه ولا فيو ديالها مانيفيك، مي يمكن لكم ديروا بلوزيور جو. كاين سور بلاس لي جيت سكي، لو باتو بانان، وميم لا بلونجي. ويمكن لكم ديروا اون سورتي بالباتو كيما درنا حنايا هاد النهار. كتشوفوا معنا دابا لوتيل ديال امير بلاج. سي ان اوتيل 3 ايطوال، ولكن لا فيو اللي فيه الي مانيفيك. ودابا كتشوفوا معنا البحر ديال امير بلاج، وكما كيبان لكم راه لو باتو غادي يخرج توت سويت. حنا غناخذوا لو باتو ولا لا بروشين سورتي ديال الباتو. كاين اوسي لي جيت سكي اللي كيبانوا لكم دابا في لا فيديو. امير بلاج الي ايكيبي بدي باراسول اللي هما غراتوي، يمكن لكم تجلسوا فيهم، كم يمكن لكم تكريو ان باراسول و اون تابل و دي شيز. ونمشيو نهبطو لا بلاج ديالنا. كيما غيبان لكم لو سابل ماشي رقيق، فيه بزاف ديال الكوكياج، دونك ننصحكم منين تكونوا غاديين للحسيمه اون جينيرال تقريبا كاع لي بلاج اللي اون ا فيزيتي كاين بزاف ديال لي كوكياج وديال الحجر، دونك ديو معاكم دي ساندال يكونوا بيان سوليد. جلسنا نتمتعوا بالشاطئ ديال امير بلاج. يمكن لكم تاخذوا واحد الكاس داتاي بالنعناع اللي عندهم لذيذ بزاف. منين تجيو لامير بلاج تقدروا تغداو سوغ بلاص. حنا هاد النهار خدينا الطاجين المغربي، خدينا الكفته بالماتيشه ولي فخيت، ما يمكن لكم تاخذوا بلوزيغ بلا. و لو بلا اللي معروف بزاف في الحسيمه هو السردين مشوي. ننصحكم تمشيو للحسيمه ودايوغ غادي تنقاوه بزاف، تاخذوا سردين مشوي، عندهم سردين رائع جدا. وكاع الحوت اللي كاين في الحسيمه طري ولذيذ. البحوره ولا الشواطئ ديال مدينه الحسيمه من احسن الشواطئ اللي كاينه في المغرب، وكيفكرونا في الشواطئ ديال الخارج. دونك خليكم معنا حتى لا فان د لا فيديو باش تشوفوا لا سورتي اللي درنا في الباطو. لا سورتي اللي كديروا في الباطو اللي كيدوزكم على كاع لي بلاج اللي كاينه في الحسيمه. ما تنساوش تبقاو معنا باش تشوفوا جزيره النكور الجميله واللي مازال مستعمره من تلف اسبانيا. فوالا كناخذوا الباطو توت سويت. كما كتشوفوا لي زوتغ اتراكسيون اللي كاينين في شاطئ امير بلاج، وكيبان لكم مزيان لوتيل ديال امير بلاج.
كيبان لكم المناظر الخلابة اللي كاينة في شاطئ أمير بلاج، والبحر كان صافي وزوين بزاف. الخرجة وسط الباطو ممتعة جدا لأنه كيديروا الموسيقى والباطو كيدوزكم على كاع الشواطئ اللي كاينين في الحسيمة شاطئ بشاطئ. فوسط الباطو أوسي كيوقف في واحد المكان اللي كيكون خالي، وكيمكن لكم تعوموا وسط البحر. في الصراحة واحد الإحساس زوين بزاف، ونصحكم منين تمشيو للحسيمة ديروا الجولة عبر الباطو. نخليكم تستمتعوا بالمناظر الخلابة ديال الحسيمة وديال البحورة ديال الحسيمة. غادي تبان لكم في أوكور دو لا فيديو جزيرة النكور الجميلة. ونتلقى معكم في الفيديو الجاي اللي غيهضر على شاطئ واحد اخر من شواطئ مدينة الحسيمة، واللي نصحكم تمشيو ليه اون فوا تمشيو للحسيمة. نتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم واستمتعتوا بهاد الرحلة في شاطئ أمير بلاج اللي كاين في الحسيمة. ما تنساوش تفعلوا الجرس وتكليكيو على جيم، كومسا يوصلوكم كاع لي نوفوتي اللي كاينه في القناة ديالي. وإلى اللقاء.